فاكهة تشبه الثعبان تظهر في سوريا لأول مرة. من ينجح في زراعتها يتحول حاله من الفقر إلى الغنى، والسر في طلبها دولياً وندرة وجودها. فما تلك الفاكهة ولماذا تباع بأسعار خيالية؟ الفقر والاقتصاد المتردي جعل السوريين يبحثون عن طرق لم تكن بالحسبان لزيادة دخولهم. من تلك الطرق ما بدأه المزارعون، حيث أدخلوا نباتات جديدة إلى الأراضي السورية، وخاصة تلك ذات الأرباح المرتفعة والمطلوبة للتصدير. وفي هذا الاتجاه نجح مزارع سوري في زراعة فاكهة تعتبر من أكثر أنواع الفواكه ندرة في العالم، حيث لها ثماراً غريبة جداً تباع بأسعار خيالية في الأسواق العالمية، وذلك نظراً لفوائدها الكبيرة. ولغرابة الأمر، تحدثت تقارير إعلامية عدة عن تلك الفاكهة التي نجحت زراعتها في سوريا لأول مرة، وهي فاكهة سالاك النادرة التي تشتهر بشكلها الغريب، حيث تشبه قشرتها من الخارج جلد الثعبان، ما جعل الكثير من الناس يطلقون عليها اسم فاكهة الثعبان. المزارع السوري المقيم في منطقة طرطوس على الساحل السوري قرر تجربة زراعة نوع لم يسبقه أحد من أقرانه في زراعته، وذلك بعد نجاح زراعة أكثر من 70 صنفاً من الفاكهة الاستوائية في أراضي المنطقة الساحلية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية. المزارع استشار أحد أصدقائه المغتربين في ماليزيا، فقدم له نصيحة بتجربة زراعة فاكهة سالاك، إذ تعتبر ماليزيا موطناً أصلياً لهذا النوع من الفاكهة. حصل المزارع على نصائح كاملة من صديقه حول زراعة فاكهة سالاك، والذي أرسل له البذور عبر الشحن الدولي، حيث وصلته قبل عدة أعوام، وعمل بالنصائح المقدمة له إلى أن نبتت ومن ثم أثمرت، وبات اليوم يحقق أرباحا مجزية من وراء نجاح زراعتها، إلى جانب العديد من أنواع الفاكهة الاستوائية التي بدأ بزراعتها منذ أكثر من عقد من الزمن. ولكن ما سر تلك الفاكهة؟ ولما يهتم الجميع بالحصول على ثمارها؟ عناصر غذائية نادرة وعدد من الفيتامينات الصحية موجودة فقط في ثمار فاكهة سالاك، ذلك غير استخداماتها في العلاجات الطبية المتنوعة وفاعليتها في التقليل من تأثيرات الالتهابات وتقوية مناعة الجسم. فوائد ثمار فاكهة سالاك تتجاوز ما سبق إلى الدخول في مكونات الكثير من مستحضرات التجميل، خاصة تلك التي تؤخر ظهور التجاعيد وتحافظ على صحة ونضارة البشرة، ما يجعلها مطلبا لكثير من الشركات العالمية. أما مواصفات ثمار فاكهة سالاك، فإن حجم الثمرة الواحدة يعادل حجم ثمار التين، وبمجرد تقشيرها تبدو وكأنها حبة ثوم كبيرة الحجم. لها رائحة تشبه رائحة التفاح، ولفاكهة سالاك أو فاكهة الثعبان طعم حمضي مع حلاوة، لكن معظم الناس الذين تذوقوا طعم هذه الثمار أكدوا أن طعمها غريب وفريد من نوعه.